خلاص البلد دي طلعت على كده. امبارح في اكبر سفينه حربيه امريكيه وصلت البحر الابيض وعدت من بورسعيد وهتعمل انزال في السويس كلها يوم بالكتير، وتلاقي القوات الامريكيه محتله القاهره. يا عم مين قال لك الكلام ده؟ يعني انا هالف من عندي؟ انا امبارح سمعت خبير استراتيجي بيقول الكلام ده في التلفزيون. يا نهار اسود. ايوه يا سيدي، خلي الجماعه اللي بيتمونوا بقى من بره يعرفهم ويفرحهم ان مصر بتتقسم. انت عارف الراجل قال لهم سيبوني اكمل مدتي وامشي، لكن تقول ايه ومين يسمع؟ لازم ينفذوا التعليمات. ده كل شويه يقرفونا بحكايه الشهداء. انت عارف تلاقي محدش مات اساسا من دول. يا بيه يا بيه، كل اللي بيحصل ده مؤامره ضد مصر. جايب. طب انت عارف الشهداء اللي عاملين يفبركوا صورهم دي كلها تلاقيهم مش موجودين اساسا؟ ازاي بس؟ اقول لك انا ازاي. بيعملوها بحاجه كده اسمها فوتوشوب، وعشان هيجوا بقى الناس. فوتوشوب يا بطي. اقول لك على حاجه، شايف القلم ده؟ شايف القلم ده؟ فوتوشوب. فوتوشوب ما ينفعش. ده فوتوشوب ما ينفعش. ما ينفعش يا جدع. انت ايه اللي عملته ده يا محمود؟ يا اخي ما تركز في هدفك شويه، انت كده هتضيع جلستك وتضيعنا كلنا. عايزين اسمع الكذب اللي بيتقال على اخويا واسكت. بصراحه محمود انت غلطان، انت تحمد ربنا اساسا ما كانش في حد من الشرطه العسكريه في القطر، والا كان زمانه اتقبض عليك. يا عم هو ده بيهمه حاجه؟ هو كل همه بس انه يفش غله وخلاص. ده ما بيصدق يلاقي اي فرصه عشان يحس انه اتهزم. انا ما اتهزمتش يا مونة، ما اتهزمتش. مش معنى ان انا عايز اجيب حق اخويا ان انا اسكت، واي حد هجيب سيره اخويا او اللي زيه هروح فيه في 60 داهيه. بص بقى يا محمود، انا خلاص ما اقدرش اساعدك اكتر من كده. انا ما ينفعش اتعامل مع حد بيفكر بالاسلوب ده. خلاص خلصنا. استني يا منى. سيبها. استنى. انا مش عايز حد يساعدني، وما طلبتش منها انها تساعدني اساسا. مين قال لكم انه عايز حد يساعدني يا اخي؟ انا هجيب حقي بنفسي. هتستهدى بالله كده يا محمود، مالك في ايه؟ هي بس منفعله عشان خايفه عليك وعلى قضيتك، وفي حد فينا مصاحب التاني عشان محتاج منه حاجه مثلا؟ احنا واقفين مع بعض زي ما كل المصريين واقفين مع بعضهم في كل الميادين، احنا عاوزين البلد دي تنضب بقى وربنا يتوب عليها بقى من الحراميه والظلمه. انا عارف يا عمر، عارف. وعارف ان منى جدعه و100 راجل كمان يا اخي، وعمري ما هنسى وقفتها معايا ومع اخويا. ولا هنسى جدعنتك انت كمان. بس اعمل ايه يا اخوانا؟ حطوا نفسكم مكاني، اعصابي باظت خلاص يا عمر، الدنيا كلها اتقفلت في وشي. يا عم سيبها على الله، وحد عارف ربنا مخبي لنا ايه بكره؟ ونعم بالله، ونعم بالله. بس ازاي؟ دول لعبوها صح. اهل عاصم وسكتوه، اهل اسماعيل وفهموهم ان ابنهم عمل حادثه، حتى اهل عبد الرحيم يا اخي، ده انت نشر الموضوع بقالك يومين وما جالناش اي رد فعل. ولا في حاجة حصلت مش عايز تقولي عليها يا عمري؟ الحقيقة رد الفعل الوحيد اللي جه تهديدات على الموبايل والإيميل بإني ما افتحش موضوع السجن ده خالص وما اتكلمش فيه تاني. ما قلتليش يعني عن الموضوع ده؟ هو أنا لحقت؟ ما أنا ده أنا جيت من بره لقيتكم بتتخانقوا وصوتكم عالي وجايب لآخر الشارع، هقول لك إمتى يعني؟ طبعًا مش محتاج أعرف إن التهديدات دي جاية من مجهول، وإن لو مشينا وراها مش هنوصل لأي حاجة. والله ما تضمنش. ممكن وسط اللخبطه اللي في البلد اللي بعت يهدد ما يعملش حسابه، وممكن يكون حسبها. هو في دوله عشان تحاسبني اساسا؟ انت عارف ممكن جدا تلاقي محسن عرفه هو اللي بعت التهديدات دي. ما افتكرش. محسن عرفه ده هفق طاغيه درجه سته، كل اللي عمل ان هو اتصل يشتم في الجرنان هو ومراته وقرايبه وهددوا برفع قضيه. التهديد ده بيبان ان اللي كاتبه حد تقيل. ما تفتحش ملف السجون تاني احسن لك. طب وانت هتعمل ايه؟ والله خياراتي مش مفتوحة أوي، ثم أنا مش كاتب عمود، أنا محقق صحفي، يعني محكوم بمعايير لازم أستوفيها عشان الجورنان يوافق ينشر لي. ياما بقى أكتب اللي عندي بقى في مدونة على النت وهو نصيب ولا حد يقرأ له ولا لأ. هتقفل الموضوع مش كده؟ على فكرة مش هزعل منك على ظنك فيا، عشان أنت لسه ما تعرفنيش كويس، وهدور على سكك جديدة للمعلومات عن اللي حصل، وبدور على سكه للراجل اللي نزل الفيديو على اليوتيوب. لو وصلت له هقنعه يروح لمحامي ويقدم بلاغ ويحكي في اللي حصل قانوني، عشان القضيه لما تترفع تشكل وسيله ضغط على الداخليه وتبقى ملزمه تقدم تفسير للي حصل في موضوع فتح السجون. تمام كده. بص بقى، انا جات لي فكره. احنا ممكن ما نعرفش نحط ايدينا على هيثم ده، بس احنا ممكن نحط ايدينا على موضوع فتح السجون، وهو اللي وصلنا لهيثم. تمام، بس ما قلتليش ايه الفكره. بص يا سيدي، أنا عبد الرحيم كان قال لي إنه ساكن في بلد كده في الصعيد، بلد الزمن نسيها أساسا. أنا لازم أسافر لهم بكرة فورا. طب هتروح لهم إزاي وأنت هربان؟ زي ما رحت لأهل إسماعيل في طنطا بالقطر. ما هو مش كل مرة تسلم الجرة.
يا سيدي هحاول وانا ونصيبي. وبعدين عبد الرحيم قبل ما يموت الله يرحمه كان موصيني اروح لاهله، لازم انفذ الوصيه وفي نفس الوقت هقنعهم ان هم يقدموا بلاغ في الداخليه يطالبوا بالتحقيق في اللي حصل في فتح السجون. بس هيثبتوا ازاي اصلا انه كان في السجن؟ عيب يا استاذ، ده انت ابو المفهوميه. انت ناسي لما دخلنا السجن انا وعبد الرحيم اتقيدنا في الدفاتر وخدنا ارقام رسمي، يعني فيما يثبت وجودنا هناك. انا هخلي ابويا بالاتفاق مع منى يرفعوا قضيه يشوفوا اذا كنت عايش ولا ميت ويطالبوا بالتحقيق في الاهمال اللي حصل في فتح السجون. ولما يتفتح التحقيق هيبقى من حق المحامين اساسا ان هم يعرفوا سبب دخولنا السجن. وفي حاله زي دي طبعا هيتم استدعاء الضابط هيثم من العمل القضيه لسماع اقواله، وبكده بقى هيخرج من الجحر اللي هو فيه بالطريقه اللي انت ممكن توصل له. تمام. وانا مالي امال هيثم؟ انا عايز اجيب حقي بالقانون يا عمر، مش انتوا دايما تقولوا لي لازم تجيب حقك بالقانون؟ اديني بحاول يا سيدي. لا يا شيخ، مش بقولك حبيتك؟ عموما يا سيدي فكره هايله جدا ايا كان هدفك منها، وفي نفس الوقت هتساعدنا على ان يبقى عندي مبرر ان اكمل الحمله في موضوع فتح السجون. صح كده. انا من بكره النجم هروح لاهل عبد الرحيم، كل مشوار ياخد له 10 15 ساعه. اول ما اوصل هقنعهم ان هم يقدموا بلاغ في الداخليه، يعني يفهموا ايه اللي حصل لابنهم. يا سيدي ان شاء الله اقول لهم ان هم هياخدوا فلوس تعويضات. مش بقولك حبيتك؟ تاني يوم بقى هاخدهم واطلع بيهم على الشهر العقاري، اخليهم يعملوا توكيل لمنى، يعني عشان تقدم بلاغ مشترك بيننا وبينهم. بس المهم منى ما تعرفش انك رايح الصيد عشان ما تقفش في الموضوع وتقول لك بقى على جثتي لو اتحركت من هنا. ما انا مش هقول لها. اوعى تقول لها يا عمر. بس لو اتمسكت ان شاء الله خير. ربك ستار. ابسط يا عم خلاص، منى هديت وهتيجي بكره تعتذر لك على الكلام اللي قالته. هي اللي تعتذر لي؟ معقول يا جماعه؟ ده كلام هتزعلوني منكم؟ ده انا اللي هعتذر لها وابوس ايديها وابوس دماغها. اللي اقولها شادي، هي اسمها الرباعي ايه وعنوان مكتبها؟ هي مين؟ منى؟ اه منى. عايز ابعت لها اعتذار في الشهر العقاري. ما تقلقش، قوله مش هيحكي لها. ولا يا شادي، هي مين؟ منى؟ بس يا فندم كل الشواهد بتقول ان الشباب الطاهر اللي خرج يوم 25 يناير سابوا البلدان خلاص بعد سماع خطاب سياده الرئيس اللي بيعرف فيه انه لم يترشح مره. لا انا بتكلم عن موضوع اعمق من ذلك، انا بتكلم عن التقارير الاستراتيجيه اللي انا قريتها لحضرتك. يا بنتي حرام عليكي نفسك وحرام عليكي التليفون، بقالك ساعتين عماله دي 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 دي. ما انا قلت لك يا حبيبتي دول حاطين نمر كده وكده. ايه يما مش قادره اسكت يما، مش شايفه الراجل عمال يكذب ازاي؟ والست اللي قاعده قدامه دي عماله تقول له قول اسامي قول اسامي وقول لها في الوقت المناسب، يعني شوه سمعه الناس وخلاص. وانت يا اختي ناويه تعملي ايه يعني؟ هعمل ايه؟ هعمل ربنا يقدرني عليه ان شاء الله، بس اوصل لحد في يوم الاول. انا حالفه ان انا مش هسكت تاني على اللي بيحصل ده. اوصل بس لاي برنامج من البرامج اللي حاطين ارقام تليفوناتهم دي واقوم دافع عن الثوره على طول. طب يلا خلاص يا اختي بسرعه قبل ابوك ما يطلع من اللجنه الشعبيه ويتخانق معاكي زي امبارح. وهو ما بيقدرش عليك، بيقدر عليا انا، ما حدش شايل الهم في البيت ده غيري. بس ياما خلاص هم بيردوا. الو السلام عليكم، برنامج بحبك يا بلدي، والنبي عايز اعمل مداخله، انا اسمي شيرين. ما تجيبيش اسم ابوك خالص انا على لا. ايوه أنا اسمي شيرين محمود عبد الناصر من رشيد. أنا عندي معلومات خطيرة قوي عايزة أقولها على العيال بتوع التحرير اللي أنتوا بتقولوا عليهم قابضين دول.